أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله، سعيد تواجدي معك. طبعا أبو غازي، قبل أن نطلع ونتكلم عن الحلقة، حبيت أنوه وأشكر جميع من أثنى على البرنامج، خصوصا من ناس أنا يعني صراحة في يوم من الأيام كنا نتابعهم عبر مدرجات، الكابتن سعد الحوطي، الكابتن أيضا جاسم يعقوب، الكابتن فيصل الدخيل، الكابتن رضا معرفي، أنا بحب ما بينسى الكابتن محمد إبراهيم، أيضا الكابتن أيضا أحمد عسكر، وبعض المسؤولين في الدولة، وأيضا بعض الجماهير وبعض القائمين على الصحافة الرياضية وفي الإعلام الرياضي. أشكر أخوي مرزوق العجمي والكلمات الطيبة اللي أثنى فيها على البرنامج، أيضا الأستاذ عدنان يوسف، أيضا وأستاذ أيضا الكابتن قلنا رضا معرفي أيضا تكلم على البرنامج هذا، وبعض المجموعة والجماهير اللي صادفونا في الدواوين واللي صادفونا في 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 بعض لما نشاهدهم أيضا في الأماكن العامة في هني في دولة الكويت، والجماهير أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي المتواصلين معنا عبر تويتر. كل الشكر لكم، والبرنامج هذا منكم ولكم، ونحاول احنا نغطي في فترات جميلة عاشتها الرياضة بالكويت، أو سواء منطقة أو حتى نتطرق لمعلومات مثل بيليه ومثل مجموعة من اللاعبين العالميين. أبو غازي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله. أبو غازي، أشوف عندك عالم الرياضة، أنا عالم الرياضة بدأت تشدني هالأيام. طبعا عالم الرياضة سنة الرابعة العدد 75، تاريخها 29 أكتوبر عام 1984، الكويت يجتاز أول تجربة قبل سنغافورة، صور من كأس الأمير. طبعا صراحة أول صفحة، طبعا هذه صفحة غلاف، الصورة للكابتن نعيم سعد وصالح المسند صاحب هدف، هذه في نهائي كأس الأمير 84، أول نهائي يوصل فيه نادي التضامن. الكل كان متعاطف مع نادي التضامن وتتويج لاعبه الكابتن الفارس الأسمر فتحي كميل في آخر مشواره الكروي، كان التواق أنه يعني يحقق لقب كأس الأمير، لكن نادي كاظمة وقف له بالمرصاد واستطاع يهزمه بهدفين جميلين للكابتن صالح المسند وساحر الكرة الكويتية ناصر الغانم، وضع بصمة كعادته في كل نهائي يفوز فيه نادي. نعم. كاظمة. طبعا غدا لقاء أهل القاهرة مع السالمية، غدا الثلاثاء يستضيف نادي السالمية على ملاعبه الأهلي القاهري بكامل نجومه، بمناسبة اعتزال نجم النادي صالح العصفور اللعب بعد أن عاصر كرة القدم ولعب مع ناديه ومنتخب الكويت مدة 17 سنة. تصدق أبو غازي، هذه من أفضل مباريات الاعتزالات اللي قيمت في تاريخ المباريات اللي كرموا فيها نجوم الكرة الكويتية، اعتزال الكابتن صالح العصفور مع النادي الأهلي المصري. نادي السالمية حب يكرم نجم من نجومه اللي هو الكابتن صالح العصفور في مباراة تكريمية مع الأهلي القاهري في تلك الفترة، لعب مع نادي السالمية الكابتن صالح النعيمة، كابتن فهد المصيبيح، لعب أيضا الكابتن منصور مفتاح. هني طبعا هو يوم ثلاثة غدا، تاريخها طبعا المباراة 30 أكتوبر عام 1984، طبعا يستضيف السالمية إضافة إلى نجوم نادي الأهلي القاهري نجوم من لاعبين العرب ودول الخليج، حيث سيشارك العصفور حفل اعتزاله كل من اللاعبين إبراهيم صالح هداف مصر، وحمود سلطان حارس منتخب البحرين، ومحمد عبد الله وصالح النعيمة من نجوم منتخب السعودية، وربما طبعا انت عاد اكد لنا مشاركته هداف العراق حسين سعيد ما شارك، وغيرهم من النجوم شارك منصور مفتاح، وشارك فهد مصيبيح، وشارك صالح النعيمة وحمود سلطان، ويومها عبد العزيز العنبري ما كان مع المنتخب الكويتي، ما شارك مع المنتخب الكويتي، وقدر انه يحرز هدفين جميلين في مرمى اكرامي، الهدف الاول كان من اجمل الاهداف. لكن نطلع فاصل وبعدين نتابع اعتزال النجم صالح العصفور او الموسيقار صالح العصفور، فاصل وراجع لكم. رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وتكملة حلقتنا هذه الليلة، وكنا نتكلم قبل الفاصل في مباراة الأهلي المصري مع السالمية الكويتي في اعتزال الكابتن صالح عصفور في أكتوبر 1984. طبعا الأمير وأولي العهد يستقبلان أبطال الألعاب المائية خبر،
وطبعا وافق نجمات السعودية صالح النعيم وماجد عبد الله على مشاركة العصفور حفل اعتزاله يوم 30 ماجد ما شارك اكتوبر من الشهر، لا احنا اي صحيح يعني التحضيرات نقرا الاخبار طبعا من الشهر الحالي في لقاء سالمية مع الاهلي القاهري. طبعا اعلن في اوساط النادي العربي ان لاعب منتخب الكويت محمد كرم سوف يعتذر عن المشاركة في صفوف المنتخب لبعض الظروف الطارئة. صحيح. وطبعا هناك يعني في خبر كذلك، تمكن فريق الخطوط الجوية الكويتية الملاكمة احراز 3 ميداليات ذهبية و1 فضية. يعني هذه يمكن تغطية محلية واقليمية لبعض الاخبار الرياضية. صحيح. طبعا هناك كذلك يعني اخبار كثيرة في هذه المجلة الجميلة، منها استعدادات كاس العالم، الكويت تجتاز اول تجربة قبل سنغافورة، بدأت ساعة العمل لمنتخب الكويت لكرة القدم ولعب أولى مباريات التجريبية استعدادا لبطولة كأس أمم آسيا والدفاع عن اللقب. نعم، فقابل مالين أحد فرق المقدمة في بلجيكا. الكرة الدوري المشترك تنافس ثأر وجملة أهداف. طبعا استطاع منتخب الكويت أن يخرج فائزا أمام طبعا فريق مالين وسجل هدفين مقابل لا شيء. طبعا ما اكتفى منتخب الكويت بالفوز بالمباراة وانما ايضا اعطى منتخب تصورا مبشرا بالخير لتشكيلة الفريق والوجوه الجديدة. المباراة طبعا كانت قوية بين الفريقين وفاز فيها طبعا منتخب الكويت بجدارة، وكان يعني هدف المباراة الاول جاء من كرة انفرد فيها ماجد سلطان اللي راوغ الحارس وتطول الكرة من امام قدمه وتجد عبد الله بلوشي حولها بكل اتقان الفليطح لودعها لشباك المرمى في دقيقة 33. الهدف الثاني استلمها عبد الله بلوشي أودعها بكل ذكاء في شباك الحارس البلجيكي في الدقيقة 88. طبعا هني كان يشرف على منتخب الكويت اللي هو لوبيز، وكان مهمته أول شيء الدفاع عن اللقب، وشارك في شارك في 3 بطولات كان منتخب الكويت يحامل لقبها. أنت تتكلم كان ممثل الكويت في موسكو سنة 80، فقدنا اللقب هذا سنة 84 مع لوبيز. كاس آسيا كان هو حامل اللقب، فقدنا اللقب هذا مع لوبيز 84. وتصفيات كاس العالم وقدر وهزمنا قدام سوريا وفقدنا اللقب أيضا بسبب لوبيز سنة 85. نتكلم هني لوبيز ما قدر يضم عبد العزيز العنبري أو ما اقتنع في عبد العزيز العنبري وفضل عبد الله بلوشي إنه يكون في المقدمة. تصور عبد الله بلوشي كان رأس حربة في منتخب الكويت ولعب بجانب فيصل الدخيل في تشكيلة يعني غريبة جدا في هذه. طبعا احنا نبي نشير ان منتخب الكويت وصل الكاس من غير ياخذ تصفيات كونه حامل لقب حامل لقب البطولة. المجلة تتكلم عن سنة 1984 كانت سنة مأساة بالكرة الكويتية عن طريق المنتخب، بدأ المنتخب لوس أنجلوس وأيضا في كأس آسيا. وصلنا تجوريك يا أبو غازي، عندنا صورة جميلة حقيقة أبو فهد، هي طبعا يمكن منتخب الكويت مع منتخب قطر وصورة اللاعب يوسف سويد. هذه سنة 1983 مباراة تصفيات لوس أنجلوس الأولية اللي قيمت في الكويت. طبعا لعبنا احنا في قطر، انتهت النتيجة 0-0، وهني بالكويت لعبنا انتهت النتيجة 2-2. كان منتخب قطر متقدم علينا بهدفين لهدف، لكن الكل يذكر هدف الشهير اللي احرزه خالد شبيب نجم النادي التضامن. أبو عبد الله احرز هدف التعادل في آخر دقيقتين. أعزائي المشاهدين مع الصورة الجميلة هذه نصل لنهاية حلقتنا لهذه الليلة. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وفي أمان الله.